الدكتور نور الدين مصطفى، تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوة مع واحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان. 100% من البشر عندهم مشاكل في سنهم، دي كلام، ده كلام من منظمة الصحة العالمية. 100% من أطفال المدارس عندهم، من البالغين في جميع أنحاء العالم عندهم مشاكل في سنانهم، عندهم حفر في سنانهم، مادة الفلورايد بتاعتهم مش بيرفكت. ده كل البشر كده. 30% من البالغين من الفئة العمرية من 65 ل 74 لا يمتلكون أسنان طبيعية. 20% من ذوي الأعمار المتوسطة عندهم مشاكل وتدهور شديد في اللثة، وده بينبئ بأنهم هيفقدوا أسنانهم. 40% من الأطفال عندهم مشاكل وردود في أسنانهم بسبب الملاعب واللعب والرياضات وواخله. كل الناس مروا بتجربة مع عصب من أعصاب السن، الأسنان. وعلى فكرة التجربة دي كانت زمان تجربة مزعجة جدا، لكن دلوقتي في الطب الحديث الموضوع اختلف، لكن ما زال نايت مير، كابوس لأي حد تقول له إيه اللي يخوفك، يقول لك ألم السنان اللي هو يعني مشاكل العصب. طب تعالوا نفهم النهاردة في 2022 و23 و24 إيه اللي حصل في عالم التقدم التكنولوجي المذهل لطب الأسنان في عالم علاج العصب، خلى علاج العصب بدل ما هو نايت مير بقى نزهة لطيفة. تعالوا نفهم الكلام ده مع بعض مع ضيف العزيز، واحد من ميجا ستارز عالم طب الأسنان اللي أنا بسعد جدا وبنتظر الزيارة الجميلة دي بتاعته بفارغ صبر، لأن أنا عارف أن أنا هتكلم مع مطور مهم جدا لعالم التكنولوجيا ومطور مهم جدا لعالم صناعة الأسنان المتكاملة، وكل جزء على حدة في عالم صناعة الأسنان أكيد له الرعاية الخاصة في وايتي. وأكيد أنتوا عرفتوا ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة دكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك، والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، والمؤسس لوايتي. اهلا بيك يا دكتور. صديقي العزيز، حبيب قلبي، وحشني. وحشني والله. ربنا ايه، وحشني انت دايما. لا انت كنت بتبدا بالكلام بجمله ثانيه غير صديقي العزيز. أنا لا، ما انا قلت بقى انا غير شويه. 2022 فيها تغيير طبعا. ليه النهارده يعني حبيت ان انت تكلمنا عن العصب، عن علاج العصب؟ علاج العصب انا استغربت على فكره انت اخترت الموضوع. هي عشان اول حاجه لازم نوصل للناس معلومه ان احنا في الاساس احنا اطباء، يعني دورنا طبي قبل التجميل. الناس طبعا علشان خاطر احنا مشهورين جدا في التجميل فمتخيلين ان المراكز عندنا هي متخصصه في التجميل، ودي معلومه غلط. اصلا احنا عندنا كل تخصصات طب الاسنان من اول ما الطفل بيتولد لغايه اكبر جراحات بتتم في الوجه وجراحات الاورام ومشاكل مفصل الفك والزراعه، فاحنا عندنا كل التخصصات. فدايما الناس رابطه بيننا وبين التجميل، واحنا اساسا زي ما قلنا لا، احنا عندنا كل التخصصات موجودة وكلها فيها ناس استشاريين على أعلى مستوى اللي بيقوموا بالتخصص المطلوب. فمن خبرتي السنين اللي فاتت دي، ايه أكتر حاجة لما بيخش لي في اليوم عدد من الحالات، أكتر حاجة هكتشفها ايه عند الحالات؟ حاجتين، لإما عنده التهاب شديد في اللثة، لإما عنده عصب، لإما عنده فجوة أو تسوس وصل للعصب. دول أكتر حالات موجودة في العيادة. يعني لو بيخش لك أفريج 50-60 حالة هتلاقي منهم 40 مقسومين في الاثنين دول. الباقي بقى اللي جاي يعمل تجميل، اللي جاي يعمل زراعة. لكن معظم الناس عندها مشاكل تخص اللثة وتخص أعصاب السنان. فأنا عشان كده قررت النهاردة لازم أتكلم عن فكرة علاج العصب، لأنه بما أن هو من أكتر المشاكل انتشارا، طيب لو تم علاجها بشكل سليم يبقى الحالات هتعيش حياتها بعد كده بشكل سليم. للأسف 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 أكتر المشاكل اللي بتجنى هي إعادة لعلاج عصب قديم معمول مش بشكل مظبوط. ليه؟ لأن ما عملوش متخصص في علاج العصب. علاج العصب من الحاجات اللي اتطورت جدا 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 جدا، نسب نجاحه عليت جدا 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 نتيجة التكنولوجيا اللي بقت متوفرة والعلم والخبرة اللي بقت عند دكاترة علاج العصب. فلقينا أن كمية علاج العصب اللي بتاعت كتيرة قوي، فقلنا لا، النهاردة إحنا عايزين نتكلم مع الناس نعرفهم علاج العصب ايه ويتعمل صح ازاي
وده اجراء لو عملته صح هتعيش حياتك بقيه حياتك كلها، الدرس حافظت عليه او السنه حافظت عليها للابد، ومش هتعيش باي مشاكل بعد كده. ايه هو حشو العصب وايه الاسباب اللي تخليني اعمل حشو عصب؟ حلو قوي. الاول لازم نتكلم ان السنه بتتكون من طبقات، الطبقه الخارجيه طبقه المينا، ودي طبقه رفيعه بس صلبه جدا، مقاومه جدا للتسوس وللتلوث، تمام؟ بس هي زي ما قلنا رفيعه جدا. بيليها طبقه تانية اسمها طبقه الدنتين او العك، الطبقه دي ضعيفه هشه، هي كبيره بس ضعيفه وهشه. جوه طبقه الدنتين بيخش العصب، اللي هو العصب عباره عن ايه؟ عباره عن العصب الحسي اللي بيوصل لي الاحساس بالسائع وبالسخن، اللي هو بالظبط ربنا عامله كجرس. بدا يبقى فيه مشكله، تبدا تحس ان السائع والسخن، الحاجات السويتي بدات تضايقني، اعرف كده ان انا عندي مشكله، بالاضافه للاوعيه الدمويه المغذيه للاسنان. طيب امتى بنحتاج نعمل علاج عصب؟ بنحتاج نعمل علاج عصب في حاله من الاثنين، لا اما ان بدا يبقى فيه تسوس في السنه، فالتسوس ده فضل ينخر في سطح السنه وياكل فيها ياكل فيها، وبالمناسبه هو بياخد وقت طويل جدا علشان خاطر يعدي الطبقه الرفيعه اللي هي المينا، اللي هي طبقه المينا اللي هي الطبقه الرفيعه القويه جدا، بياخد وقت طويل قوي عشان يعديها. لكن وانس ان هو عداها بينزل في الطبقه الهشه دي، الطبقه الهشه دي بيبدا ياكل فيها بسرعه جدا فيوصل للعصب بسرعه جدا. طيب اول ما التسوس يوصل للعصب ابدا بقى احس بالمشاكل اللي ممكن تنزلني من بيتي الفجر، الم رهيب غير عادي ولا يتوقف، لانه زي الكسر. ما هو الالم الرهيب بتاع الكسر ايه؟ ان العظمه لما بتتحرك بتضغط على العصب اللي ماسك، هو العظم نفسه ما فيش عصب، لكن العصب اللي فوق اللي هو فوق العظم ده اول ما تبدا العظمه تتحرك تبدا تضغط عليه توجعني، هنا العصب اتكشف فيبقى عندي نفس الالم اللي هو زي كاني عندي كسر. فالالم الرهيب ده هو ده اللي بيخلينا نتحرك، عشان كده اكتر نسبه تتحرك بتروح للعياده مين؟ مش الناس اللي عندها اي مشاكل، الناس اللي رايحه بعلاج عصب. اه طبعا، يعني علاج العصب ده يقعد ويجي جاري ويعمل ما بيستحملش، ده انا بقول لك ده يعني لو عرف يعدي ليلته هو تاني يوم الصبح عند الدكتور. وفي لحظات معينه المسكنات بتقف ما بتعملش خلاص حاجة. اه لا، لو حاجه اسمها اكيوت او سيفير بالبايتس او آه، التهاب حاد للعصب ده ما فيش حاجه، لو خد حقنه ايه هي لازم يتوجه فورا للدكتور علشان يعمل ريليف للمشكله دي. الحشوات ليها انواع؟ في طبعا الحشوات العصب القديمه كنا بنستخدم فيها تكنيك اسمه لاترال كوندنسيشن، اللي هو زمان فاكر لما كان الدكتور يقعد شهر شغال في علاج العصب وعمال لاخر جلسه يجيب عيدان ويحطها جنب بعض ويقعد يحشرها، دي طريقه قديمه اولد خلاص. احنا دلوقتي نقلنا لمرحله جديده خالص، هي مرحله حشو العصب ثلاثي الابعاد، اللي بتبدا بتحشي العصب ده قناه ممكن يبقى فيها تفريعات ممكن يبقى فيها التواءات، فبتبدا التقنيات الحديثه انك تحشي العصب بالحقن، انك بتحقن العصب دوت فبيتحقن فبيبقى مغلق ثلاثي الابعاد. وهنا في نقطه مهمه قوي، هو حشو العصب هو تمويت العصب هو حشو الجذور هو علاج الجذور، ايه هو؟ هو باختصار هو ازاله الانسجه الحيه او الميته بالقنوات العصبيه بالكامل. يبقى معنى كده ان لازم اكون ايه؟ عارف عدد القنوات العصبية بتاعتي، تمام؟ تاني حاجة إن أكون قادر إن أخش جوه القناة العصبية بالكامل. طيب لو عندي قناة عصبية ملفوفة، وهنشوف في صور قنوات عصبية ملفوفة جدا، كان زمان الفايلز اللي بنستخدمها عشان ننظف بيها القنوات العصبية كانت ناشفة فممكن مثال جدا تتكسر. دلوقتي في حاجة اسمها الفايلز فائقة المرونة، هنا زي ما أنت شايف الحشو العصب جه في الآخر ولف إزاي؟ دي اسمها لاترال كانال، اللفه دي قناه جانبيه دي كان مستحيل ان انا اقدر اقفلها باللاترال كوندنسيشن، انت بتحط عود جنب عود جنب عود، هيخش جوه دي ازاي؟ كان هو ماشي ستريت كده وانت حطيت جنب واحد تاني ستريت كده واحد ستريت كده، تفضل تحشر فيهم في الاخر عمرها ما هتخش في اللاترال دي. الحل الوحيد ان انا اخش جوه اللاترال كانال دي هو ان انا استخدم طريقه الحقن، لان طريقه الحقن انت بتدخل الجتا بركه دي سائله تحت ضغط تقوم داخله طق فتملى كل الايه الفراغات الجانبيه. الحاله دي صعبه جدا، الحاله دي فيها ايه؟ الحاله دي نتيجه خبط حصل حاجه اسمها كالسيفيكيشن، انت مش شايف ان في قناه اصلا، القناه بادئه من عند تلت الجدر من تحت، مفيش قناه عصبيه. القناه بادئه فين؟ بادئه تحت خالص. علشان خاطر تقدر توصل للقناه دي انت محتاج اجهزه حديثه جدا.
علشان انت عايز توصل للقناه دي في المجرى الصحيح بتاعها من غير ما تعمل خرم في الجدر، من غير ما تخش يمين او تخش شمال، تستخدم التراسونيك موجات فوق صوتيه عشان تشيل الكالسيفيكيشن تيشو او التكلس اللي جوه القناه ده، علشان تقدر تنظفه، عشان نشوف بعد كده ان احنا قدرنا نفتح القناه بالكامل ونظفناها صح. يعني هنجيب الصوره اللي بعدها، بص هنا وصلنا خلاص فتحنا القناه بالكامل وقدرنا نوصل لاخر القناه مع ان القناه دي تلتينها مقفول من فوق. الكيس دي هل تتخيل ان في دكتور ممارس عام يقدر يحلها؟ لا. لو اصلا ده الدكتور اللي استخدمها وهو اصلا دكتور متخصص تعب فيها، تعب عشان يوصل لكده، لانه استخدم اجهزه كتير قوي عشان يقدر يوصل ان يفتح القنوات ديت ويقدر يحشي القنوات بالشكل ده، فاقدر اعمل علاج عصب سليم. انا مش عايز اعمل علاج عصب واجي بعد سنه الاقيه باظ، لان لو باظ هضطر اعمل له اعاده علاج عصب. خلينا نتفق بقى ان علاج العصب السليم دلوقتي بالأجهزة الحديثة باستخدام الميكروسكوب الجراحي، باستخدام الحقن، باستخدام الإيبكس لوكيتر، باستخدام الفايلز. الإيبكس لوكيتر اللي هو بيحدد الإيبكس بتاعنا الآخر اللي هو آخر حتة في الجدر فين بالظبط. لا ما أنا بقيتش طبعا دكتور سنان بقالنا 15 سنة مع بعض بنعمل حلقات حافظ فخلاص. لا وكمان الحاجة التانية المهمة جدا، جاتا بيرك المادة السائلة هي بقى إن الجاتا بيرك نقلناها من إنها جاتا بيرك بتتحط عيدان جنب بعض لانها بتتحقن تحت ضغط، تحت ضغط زي الاسمنت كده اللي بيطحنوه اللي هو الطحن اللي هو الضغط اللي هو بتعمله بالحقن. اللي بالحقن ده زي ما بقول لك دي ميزته ان هو بيخش يفتح لي القنوات الجانبيه، فبالتالي اضمن ان السنه بالكامل اتنضفت وبانها اتقفلت، لان انا لو سبت بواقي البواقي دي هيحصل لها تعفن بعد كده وهتعمل لي مشكله. هي دي فكره ان انا استخدم الحقن، دي اهم حاجه فيه. والميكروسكوب دوره مهم جدا. بص بقى في حاجه في طب الاسنان اللي يعني بالعربي كده كل ما شفت اكتر كل ما اشتغلت صح. شايف طيب دور الميكروسكوب ايه؟ تكبير، يخلي القناه اللي احنا اصلا كنا بنشغل بيها طول عمرنا مش شايفينها وبنشغل بيها اسمها تاكتايل سنسيشن، انت بتحس بصباعينك دول انت ماشي وفي ريزيستنس ولا مفيش، لا انت شايفه قناه كبيره جدا باصص جواها، شايف كل تفاصيلها، عارف لو في دبرز، لو في بواقي من السن من الانسجه جوه القناه انت شايفها. فبالتالي انت لما بتنظف كويس قوي بتبقى شايف ان انا عندي وول هيلثي، وول نظيفه. كل ما انت شايف احسن، انا نظفت احسن، انا مطمن. هي الفكره كلها فكره ازاي انظف اقصى حاجه، ازاي اطهر كويس جدا، ازاي اوصل لكل الحتت الخفيه بالظبط كده، مفيش حاجه مستخبيه عليا، ساعتها اقدر اعمل علاج عصب سليم 100%. علاج العصب زي ما قلنا هو من اكتر الحاجات اللي بتتعمل في عيادات طب الاسنان، ومن اكتر الحاجات اللي احنا عدناها خلال العشر سنين اللي فاتت دي هي علاجات العصب. ليه؟ لان حالات كتير قوي جايه فيها اربع قنوات معمول منها ثلاثة، حالات كتير قوي شورت، ده في كميه مشاكل مع بعض كده نعد. اول حاجه فايل مكسور، يعني الدكتور وهو بيشتغل والله كنت هشخصها فايل مكسور تمام. تاني حاجه الجدر هو اصلا مش منظف لاخره، يعني انت لو بصيت اخر الجدر اهو فين انت اصلا فين تنظيفه، انت ما نظفتش. يعني عندي مشكلتين، انك ما شلتش كل الانسجه اللي جوه القناه وما حشيتش كل القناه وكسرت كمان جوه القناه اداه وسبتها كده ورحت مركب مسمار. دي بقى ما دي الكسر ده كارثه، لانه هو يعني الحته دي بقت بقره يقدر دي بقره صديديه. تعالى بقى نشوف بعد الحاله اللي بعد الصوره اللي بعدها، ادي الفايل طلعناه. انت عارف يعني ايه فايل يطلع؟ انت عارف الفايل ده صعب جدا، ده معجزه مش عارف. ده ليه اجهزه معينه بتخش عشان تجيبه، ما انت الفايل ده محصور جوه لازم تدخل. شوف انت جوه قناه بسمك تقريبا الابره، تخيل بقى ان انت بتدخل جهاز ماشي جوه القناه اللي جوه الابره دي علشان يمسك في الفايل ده ويطلعه. شايف الفايل ده احنا مكبرين قد ايه عشان يبان الفايل ده ما بيبانش، يعني ده حاجه رفيعه جدا. لحظه طلوع الفايل ده لحظه مثلا نزول الانسان على القمر بالنسبه لنا كدكاتره اسنان. انت عملت حاجه، يعني انت بتحيي درس او سنه محكوم عليها بالفشل ومنعت مشاكل كبيره وعديده هتحصل بسبب هذا، يعني هيحول حياتي. ما هو في خراج اصلا، انت لو بصيت في الصوره في خراج تحت السن. دي بقى تعالى شايف الدرس اصلا ماشي كده الجدر، وبعد كده هو قرر يروح الناحيه دي. طيب لو انت معكش الادوات السليمه اللي تستخدمها في جدر زي ده هتقفله ازاي؟ يعني هات الصوره بعد
بص بص بقى ال 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 القناة دخلت لفت رجعت تاني لفت رجعت تاني. فانت مطالب بحاجتين، انك تقدر تنظف القناة دي بالكامل بالكامل، ودي اهم حاجة. تاني حاجة تقفلها تقفلها برضو بالكامل. شايف التشعبات اللي طالعة من القناة العصبية دي من الحقن؟ كل التشعبات دي لو انا ما استخدمتش طريقة الحقن فضل فيها انسجة، الانسجة دي تعمل خراريج جانبية. يعني الحالات اللي زي كده ممكن الدكتور يبقى محترم جدا واشتغل واجتهد ونظف القناة كويس قوي وقفلها لغاية الاخر، وفجأة يلاقي خراج جنب الجدر. يا جماعة انا مقفل السنة كويس، الخراج ده جه منين؟ من القناة الجانبية دي. القناة الجانبية دي بعد الدراسات دي هي اكتر حاجة بتعمل فيلير او بتعمل فشل لعلاج العصب. فلما تحقن وتشتغل بطريقة الحقن فانت قفلت وضمنت ان انت قفلت كل القنوات الجانبية دي. ده فايل مكسور تاني اهو، ياد الفايلات اهو، واحد تاني اتكسر. هو مش عيب ان الفايل اتكسر، العيب ان انا اسيبه، ان انا اسيبه وما اعرفش اكمله. بص هنا القناة بقى بعد ما نظفنا ودخلنا وطلع ودخلة بجدر واحد، دخلة بقناة واحدة، بقى كده قسمت قناتين. شايف الفاريشن؟ يعني انت هنا ماشي شخص كل بص شخص. بقى الدرس ده بقى الدرس ده خراج اهو كبير تحت ما شاء الله، معمول فيه قناة واحدة اللي معمولة. تعال نشوف أصلا الدرس ده فيه كم قناة بقى بعد ما الحلقة، يعني الصورة اللي جاية. أربعة. واحد اثنين أربعة ثلاثة أربعة أربعة معمول منهم واحدة. عشان كده علاج العصب. وبص الخراج ريليتد ليه، هات الصورة اللي بعدها. بص بقى بعد ما تقفل بص شكله عامل إزاي، والتقفيلة واصلة لآخر الجدر، والباف سيل. عارفين الحشو بيبان ابيض قوي. والباف سيل كمان، في سيل قفل نزل قفل تحت القناه نفسها، الحته الاخيره، الحته الاخرانيه اللي هي عامله زي الفوم، عامله زي رجل زي ما يكون رجل شبح كده، عامله زي الفوم كده. دي بتنزل تقفل بقى، تعمل سيل اسمها باف سيل. علشان تقفل وتعزل منطقه سيل الخراج. يعني تقفل يعني غلق. احكامل الغلق. فده عشان يتعمل. انت متخيل ما هي السنه اللي جايه دي جايه من عند مين؟ كان عاملها فين؟ عاملها عند حد ممكن اجتهد بس مش متخصص. يعني انا اول ما بشوف ده، ما هو لو متخصص يبقى عنده الامكانيات. مفيش حد هيتخصص بدون امكانيات. انت خلاص راجل تخصصت في علاج العصب، فانت بقيت عارف ان انا لو ما عملتش طريقه الحقن هيبوظ مني، لو ما استخدمتش الميكروسكوب هيبوظ مني، لو ما استعملتش الفايلز فائقه المرونه اللي هتساعدني ان انا اظبط كل القنوات بتاعتي هيبوظ مني. يبقى بالتالي لو انا متخصص هعمل ايه؟ هروح اجيب الادوات دي عشان اشتغل بيها. فما تقنعنيش ان انا متخصص وعارف ان من غير الادوات دي هتبوظ مني الكيس، ابقى تخصصت ازاي؟ يبقى لازمته التخصص ايه؟ سؤالي انا عايز اسالك سؤال، يعني الحشوات ليها مضاعفات؟ حشوات العصب ليها مضاعفات واحده لو اتعملت غلط. يعني اتعملت مش مظبوط، ما هو كل اللي احنا شفناه ده مضاعفات. يعني كل الكيسز اللي شفنا تحتيها خراريج ومكسور فيها فايل وفيها خراج جانبي نتيجه اللاترال كانالز او القنوات الجانبيه، هي دي مش هو الخراج ده مش سايد افكت، مش ده ناتج من علاج مش مظبوط. فالحشوه لو مش معموله صح هينشا عنها خراج، ممكن اخسر السنه خالص. وخد بالك الاسنان اللي بنخسرها نتيجه خراج ما بنقدرش نزرعها على طول. يعني ما بقدرش اخلعها وازرع، لا ده انا في الحاله دي لازم نخلع وننضف العظم ونزرع عظم ونستنى اما العظم ده يمسك في العظم بتاعنا وبعد كده نزرع. فدخلت في ده لما حتى لو انا عايز ازرع، يعني انا مش بس كفايه ان انا هخلع وخسرت السنه، لا ده انا عيني هخلع وهنضف العظم واعمل له كحت واحط عظم واستنى علشان يعني عشان اعيد بناء اللي بوظه الخراج اللي كان عايش تحت الدرس. فعشان كده نصيحة، علاج العصب اعمله مع دكتور علاج عصب، انا مش طالب منك اكتر من كده. حشو العصب هذه هي المناطق الباردة في التعامل ما بين الجمهور وما بين طب الأسنان. هذه هي المنطقة الأولى ربما الذي يذهب فيها مراهق إلى دكتور سنان أول مرة بقى. صح، أول تعامل. أول تعامل. مساء الخير، أنا بخبط أهو داخل عندي 16 17 سنة 15 سنة جاي أعمل علاج عصب. لإما التجربة تبقى جيدة ويحب المريض، لإما التجربة تبقى سيئة ويكره المريض. وعندنا المريض في مصر عنده عيب، وده موجود في العالم كله، عيب التعميم، لغاية لما نخرج من عقله أو نخرج من عقله هذا التعميم وننقله إلى عالم التطور اللي موجود في كثير من المنظومات
المتطورة اللي ماشي على الأسس السليمة لصناعة تيم في عالم طب الأسنان. ضيفي العزيز واحد من ميجا ستارز هذا المجال الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك، المدرب المعتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي من برلين، وطبعا الصديق والزميل العزيز. نورت الناس الحلوة وأبدعت دكتوري الغالي حبيب قلبي. خليكوا دايما مع الناس الحلوة.